عمي همولكم على الصينية مع الشاي فيه قهوة وشو خلي برد القهوة صورة لو فيديو صورة في هذا المقال المقدس الحسينية هذا ما خفينا نقول هاي كسب نعمة تعاوناكم لأنكم أخوة لا نتعاون على الشر نتعاون على الخير الخير السلام والمحبة وانا حتى ما تحدي غير زايد أو فرقوا حلاء يجي ابن عمي وابن خالي زميلي عد وكانك تحترد مصر يا أخي وسلم عليك يا أبو روح أنا دربك الله يحمينا جميعا الله سامحونا شوية لا 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 كانت فكرة هي شيء داورناها أنا و وجاوز الشقة عن طريق وشوف الناس يعني الأخبار تدش كل الخدمة الجميلة ويدول كلهم ناس يعني من خارج ماكو واحد من المبرئة يحكي حتى لو صير هسه عندنا هاي مشكلة مع الأخوات من الخطوط والحمار ماكو واحد من المبرئة يتدخل لحل المشكلة يعني يحكي من ورا خشمه ما يعرف أصولنا مثلا شنو شغلاتنا أو شنو تقاليدنا بتشوف احنا مهمشين كلنا احنا مثلا هسه باشر واحد يرشح المبرئة ما يكون عبوسي حمداني بطي عبراوي مهما تكون هوي احنا نكون كل احنا ندعم هذا الشخص يعني الدعمه ليش الدعمه حتى يكون لنا سند مثل بالمحافظه المجلس الوطني باي سلطه ويكون مثل ليش نحط صوتنا لغيرنا فعلا نحط صوتنا لنا ويقوم هذا لنا هم يصير لنا يعني دافع حتى يوظفنا فهاي احنا هاي الاساس هي بالرغم لا بيها مثل تكتلي ولا بيها مثل هذا الرابطة خدمة اجتماعية للمجتمع كلها غرب كل المناسبات المناسبات الفرح والحزن هاي الأساس هي الرابطة لا مثل رابطة على أساس ما يعشق على خير السلام على خير الله على سباد محبة عارف رجال واحد مستاني واحد يحب يحب مشكلة متحالفين ومتراخصين حلف قديم يعني ما حد يعود الثاني قبيلة عن قبيلة بعيدة ومتراخصين واحد يعني ما يطلب الثاني إلا برايه إحنا برايه بيه إحنا بطن واحد سند واحد نرجع قبيلة معروفة راسة من العرب ومدينة العربية
نرجع الطير وين الطير عادي الهواي نرجع الاستغراق وبنزرع التباصر كامل اي فهنا الساعة ما ماشي ما حد يوصل الزار ما سبار ما حد يوصل الزار كل من يجينا اليوم يسولف لنا يا انتم اخوكم انتم هاي غريب روح انت ماكو شيء ما يسوي روح نوقف وياكم شو ما يسوي لنا فاحنا نريد وقفه اول شيء المحبه ثانيا احنا البطل الاصليين احنا نريد وقفه قدام الدوله قدام العشائر ان شاء الله كلها بالخير نعم احنا السحر الشعبي كلها بريء نعم اكثر العشائر اللي جاهزه لوقفه كلها بريء شمال بغداد يا حما كرام شو حمادنا وين بريء صلاح الدين وين المكان البي ولاد بريها مع احترام لكل العشائر اي مكان في بريها تلقونا صامد وواقف ورفع الراس مشهود مو مجامله كل احنا هناك شفناها فان شاء الله انتم موجودين ان شاء الله باخذكم اجمع هاي الناس بخير ومحبه والله يحفظكم ويحفظ الجميع ان شاء الله تفضل الاخوان اللي يتكلم ايضا كلام استفاد منه ان شاء الله تفضلوا اخواننا كل واحد عنده كلام استفاد منه تفضلوا لان اليوم مدرسه اليوم القعده مدرسه كل واحد يتعلم منها درس احنا هاي الجمعه ردتنا بالدستور نمشي عليه نعم احنا الناس اللي بابا خلينا الدستور ونمشي عليه التواصل الاجتماعي حلقة تواصل بيننا هو اللي يجمعنا